بعد 327 يوما على المجزرة والمذبحة في قطاع غزة، تنطلق عملية جديدة للاحتلال، هذه المرة في الضفة الغربية وخاصة في شمال الضفة الغربية. هل الهدف ذاته أم هناك أهداف أخرى؟ أولا، العملية الحقيقة هي لم تنطلق في اليوم أو أمس. العملية الاستيلاء على الضفة الغربية أو مصادرة الأرض أو قمع المقاومة هي عملية كانت سابقة لطوفان الأقصى. كيف كانت سابقة لطوفان الأقصى؟ كانت سابقة لطوفان الأقصى لأن كثيرا من العمليات الاجتياح للمخيمات، الاجتياح لمجموعات المقاومة، عرين الأسود، كتيبة طوباس، كتيبة جنين، كتيبة بلاطة، كتيبة نور شمس، هذه كانت سابقة للسابع من أكتوبر. وكل مرة كان الاحتلال يصعب من ما يقوم به تجاه هذه المجموعات، وبالمقابل مجموعات المقاومة كانت تطور وسائلها من جانب، تطور أساليب مواجهتها للاحتلال، تخترع أساليب جديدة كالعبوات الناسفة، وثانيا هي تنتشر، تنتقل من منطقة لأخرى، وبالتالي كونها تطور وسائلها وكونها تنتشر من منطقة لأخرى وكون الصراع الرئيس للاحتلال هو على الضفة الغربية التي تبلغ مساحتها 20 ضعفا لمساحة قطاع غزة، الاحتلال عمليا ينظر للضفة الغربية بعد أن أنجز المرحلة الأولى في ظل اتفاقات أوسلو بأن حولها إلى بنتستونات، إلى معازل. الاحتلال الخطوة التالية تجاه الضفة الغربية هي عمليا مزيد من المصادرة للأرض ومزيد من التهجير. يعني يكفي أن ندرك أن حوالي 30 أو أكثر من 30 تجمع بدوي تم عمليا نقلها من مكان إلى آخر، تم تهجيرها. وبالتالي الاحتلال يريد أمرين: أولا يريد تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية باعتبار أن الاستيطان هو العنصر الثابت في سياسة الحركة الصهيونية، وثانيا يريد الاحتلال عمليا أن يقمع أو أن يجز العشب كما يقول فيما له صلة بالمقاومة. وبالتالي حين شبت المقاومة عن الطوق الذي كان يريده الاحتلال، عاد اليوم يتحدث عن عملية، لاحظ، لا يستعمل فيها الآليات بشكل الرئيس، يستعمل الطيران، لأن المقاومين مرة أخرى طوروا وسائلهم، وهي لا تشمل منطقة كما كانت في السابق مخيم جنين أو مخيم طول كرم أو مدينة جنين أو الفارعة. اليوم ربما هناك حوالي 15 تجمعا سكانيا هذا اليوم بين مخيم وقرية ومدينة كانت هدفا لجيش الاحتلال في هذا، في جريمته التي يخوضها اليوم. وبالطبع الاحتلال مستفيدا أو محاولا أن يستفيد من تجربة غزة يريد أن يكررها في الضفة الغربية بما يتعلق بالتهجير والإخلاء. الاحتلال يريد إخلاء سكان المخيمات في هجرة داخلية قد تفتح على كل السيناريوهات اللاحقة إذا ما تصاعدت الأمور وكان هناك صدام إقليمي أو توسعت الحرب مع الاحتلال.